بخطوات ثقيلة ينتقل عمي صباح لمشروع مستشفى الأمراض السرطانية بالجلفة، لعله يجده قد انتهى. فمرض السرطان أنهك عمي صباح محمد منذ 10 سنوات، وأنهكه التنقل للبوليدة والعاصمة لأخذ العلاج. ديما احنا نستناو وقتاش يكمل، ماذا بيا يكمل اليوم قبل غدوة. والله العظيم كون اليوم راه هنا يا شيخ نشدو الراحة، ولكن نلقاها هنايا أحسن من اللي نجحت البليدة. بليدة ولا الجزائر العاصمة بزاف علينا، ما قدروش بالحق أن هنايا في الدار أحسن، كان راك في داري معليش. مستشفى الأمراض السرطانية استفادت منه الجلفة منذ مدة، وتجاوزت نسبة الأشغال به 70%، وسيكون جاهزا مايا المقبل حسب المسؤولين. جميع أجزاء المشروع باللي يسير بسرعة متفاوتة، ويتوقع إن شاء الله الإنهاء منه قبل الأجال التعاقدية. احنا رانا نعمل جاهدين بإن شاء الله ماي يكون منجز نهائيا. للعلم أن هذا المشروع يعني ترفعت كل العراقيل، أن هناك وحدتين لمكافحة السرطان أو للأورام على مستوى مستشفى المختلط وكذا مستشفى موحد عبد القادر. سوف باستلام هذا الحجز الصحي ودخولي حيز الخدمة سوف نقوم بتغطية صحية شاملة لكل هذه الفئة وما تعانيه نتيجة هذا المرض، الذي سوف يكون لهذا المركز بعد محلي وكذا بعد جهوي قد يمتد إلى ولاية المجاورة، ويعد بمثابة قفزة نوعية في تقديم وتحسين خدمات الصحية على مستوى ولاية الجلفة. عمي محمد صباح عميد مرضى السرطان في الجلفة ينتظر بفارغ الصبر تدشين هذا المشروع ليخفف من معاناته ومعاناة مئات المصابين بالسرطان.